السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة عن لابيوش موس فاني. صراحة سهلة في طريقة التحضير ديالها وكتجي في المذاق رائعة، أنا أكيدة إذا جربتوها هتعجبكم وهتولي معتمدة عندكم. فبالنسبة للمقادير غادي نخليها لكم بالتفصيل أو بالجراماج في صندوق الوصف باش ما يجيش الفيديو طويل. ندوزو إن شاء الله نشوفو طريقة التحضير وخليكم معايا لآخر الفيديو. بسم الله على بركة الله نبدأ. وهناخد الإناء ديال البيتخان ديالنا وهنوضع فيه 250 غرام ديال البيض، غنضيف عليه قبصة ملح، كذلك غادي نضيف عليه 100 غرام ديال سكر سنيده وملعقه صغيره من الفاني. اذا عندكم بودره ديال الفاني ممكن تستعملوها. غادي نشعل البيتخان ديالي، يعني غادي نطربهم مزيان، ممكن تستعملوا الطراب يعني الكهربائي العادي. غادي نطربها مزيان لاقصى درجه حتى نحصلوا على هاد لاموس كيف ما كتلاحظوا، يعني حتى كيولي الخليط كيضاعف الحجم ديالو وفي نفس الوقت يعني كنحصلوا على هاد اللون الابيض. غندوزو ان شاء الله وغادي نضيفوا النواشف اللي غادي تكون 25 غرام من بودره الباتيسير و75 غرام من الدقيق الابيض. غنغربلوهم ضروري من هاد المرحله اننا نغربلوهم. وغادي ناخذ واحد سباتيو في حركه دائريه، يعني انا سرعت الفيديو حركه دائريه باش ما تنزلش هاد لاموس ديالنا. نخلطوا الدقيق مع المكونات. ناخذ واحد الانيه اللي غندخلوها الفران، انا وضعت فيها ورق الزبده وغادي نوضعوا فيها الخليط ديالنا. في هذه الاثناء يعني غيكون الفران عندي مشعول على درجه حراره 140 درجه من الفوق ومن التحت، غادي نشعلو. غناخذ واحد سباتيو وغنسرح الخليط ديالي باش تجيني هذا البسكوي يجيني مساوي في الطياب ديالو. وهذا البسكوي بغيت نقول لكم ما خصوش يجي محمر، يعني يعني مده الطهير ديالو ما كتعداش 10 ديال الدقائق وخرجوه، ما تسناوهش يتحمر، لان اذا حمرتوه او طيبتوه فوق القياس راه ما غاديش يترولى لكم. حنايا خصنا هذا البسكوي هذا خصنا نروليوه. من بعد ما مرت 10 ديال الدقائق هانتوما كيف ما كتلاحظوا البسكوي يعني ما محمرش، غادي ناخذ واحد شويه ديال السنيده غادي نرشوا له من الوجه وعاد غادي نوضعوا ورق الزبده عليه باش ما يلصق لكمش الوجه في ورق الزبده. انا هادي نسيت ما درتهاش، المهم كنفكركم انكم ديروها. المهم غادي نحاول معاه حتى نحيد منه هاد ورق الزبده اللي كان مفرش له في الطاوه. مهم حاولوا معاه بالخاطر لان البسكوي هشيش ويعني اذا كان مازال سخون راه يقدر يتفرزت لكم، حاولوا ما امكن نخليوه حتى يبرد. غادي ناخذ المول ديال لابيش اللي غادي نستعمل انا، غناخذ العبار به، يعني غناخذ العبار اللي غادي نروليه. هذه هي القطعه اللي غادي نروليها. نتوما كيف ما كتلاحظوا يعني حطيت القياس ودائما خصو يكون هاد البسكوي اللي غادي نديروه في لابيش ديالنا يكون ناقص على المول، ما يكونش قد المول. وغناخذ هاد القطعه اللي هانتوما كيف ما كتلاحظوا يعني المقادير اللي عطيتها لكم يعني قدتني في هاد المول اللي درتو ما ناقصه ما زايده. بالنسبه لهاد الزوائد نحتفظوا بها، نعدلوا بها الماغنوم ولا المهم نحتفظوا بها نحتاجوها. غادي نمروا باش نحضروا الطبقه الكروستيون المقرمشه اللي غادي نحتاجوا فيها 50 غرام ديال الشوكولا بالحليب ذوبناه في حمام مريم مع ملعقه كبيره من زيت المائده، وضفنا ليه 80 غرام من البخاليني. انا استعملت بخاليني نوازيت، اذا بغيتوا تستعملوا بخاليني دلوز ممكن. وغادي نضيفوا عليها واحد 40 غرام ديال فيتينغ. احنا درنا هاد الطبقه المقرمشه يعني اقتصاديه، ما بغيناش نديروا فيها اللوز حيت هاد لابيوش درناه اقتصادي وسهل جدا. نحركوا المكونات وغادي نوضعوها على جنب. غادي نمروا وغادي ناخذوا البسكوي اللي غيكون عندنا كقاعده وغادي نوضعوا عليه الخليط اي الطبقه المقرمشه ديالنا، وغنحاولوا نايطاليوه بواحد سباتيو يعني نجيبوه متساوي فوق هذا البسكوي، ما تكونش شي جهه يعني عاليه على الاخرى، حاولوا تايطاليوه يعني متساوي.
باش ملي نجيو نقطعوا لا بيش ديالنا كيبان لنا يعني هذه الطبقه المقرمشه كتجي متساويه. غادي نوضعوه في المجمد على الاقل واحد ثلاثة ديال السوايع. غادي ندوزو وناخدو القطعه الثانيه ديال لا بيسكوي وغادي نيطاليو فيه الكونفيتور ديال الفريز او لا ديال الفرامبواز. انا هذا هو اللي استعملت لانه كيجني محلوش بزاف، يعني كيجني في الحلاوه ديالو مزيانه معتدل. وغادي نيطاليو واحد الطبقه يعني رقيقه فوق هذا البسكوي باش نروليوه. صراحه كيجي رائع جدا، خصوصا هاد الكونفيتور اللي استعملت انا بحال اللي قلت لكم، يعني المذاق في الحلاوه كيجي هو هذاك. غادي نروليوه وكيف ما كتلاحظوا بان في الرولاج ديال هاد البسكوي كيسهل عليكم وكيطوع معكم بكل سهوله، حيت ما طيبناش فوق القياس. انا قلت لكم 10 دقائق ما تفوتوهاش فيه. غادي ناخد واحد السلوفان غادي نوضع فيه هاد البسكوي وغنحاول نروليه كيف ما كتلاحظوا، ونوضعه في المجمد تقريبا واحد ثلاثة ديال السوايع او الاربع. غادي نمروا في هاد الاثناء نحضروا لاموس فاني اللي غادي نحتاجوا ليها 107 غرام ديال الحليب. غادي نوضعه في واحد الكاسونه على نار متوسطه ونضيفوا له ملعقه صغيره من الفاني. ملي غادي يسخن هذا الحليب غادي نضيفوا عليه 210 غرام ديال الشوكولاتة ابيض غيش، شوكولا بلون غيش، يعني ما تستعملوش الشوكولات العادي، ما غاديش يجيكم في اللذة ديال هاد الشوكولا غيش. غادي نذوبوا هاد الشوكولات مع هذاك الحليب بواحد الخلاط يدوي، وغادي يكونوا عندنا في نفس الاثناء غادي تكون عندنا واحد 6 غرام اي جوج وريقات الجيلاتين مرطبين في الماء بارد، وغادي نخلطوها مع المكونات وهي مازال سخونه، وغادي نوضعوها على جنب حتى تاخذ درجه حراره المطبخ. غنمروا في هذا الاثناء تاخذوا 210 غرام ديال لا كريم فريش اللي ما غاديش نمونطيوها بزاف، يعني غادي نمونطيوها يعني دومي مونتي، يعني ما غاديش نمونطيوها 100% 50%. انتما كما كتلاحظوا يعني حاولوا تخليوها وهي خفيفه، يعني ما تمونطيوهاش 100%. غادي نمر وناخذ المول اللي غادي نعدل فيه هاد لابيش ديالي او اللي غنمونطي فيه لابيش ديالي. القياس ديالو 26/10، وضعت فيه ورق زبده وخديت هاد في جيتار راهما كيتباعوا عند مولي الحلويات، يعني قطعتو على حسب القياس ديال المول باش ملي نديمولي هاد لابيش ديالي كتجيني مساويه ملي نكون غادي نعمل لها الكلاصاج ديالها. مهم غادي ناخذ هذاك لا كريم فريش اللي طربت يعني دومي مونتي، وضفت عليها هذاك الشوكولا البلون اللي خليته حتى خدا درجه حراره المطبخ. غنخلطوا المكونات مزيان حتى نحصلوا على واحد الخليط يعني ما كيكونش ثقيل، يعني الخليط كيف ما كتلاحظوا انتما خصو ضروري يكون هيدا، اذا جاكم ثقيل راه ما غاديش يجيكم ناجح. هذا هو لا تيكستور اللي خصكم توصلوا او تحصلوا عليه. خد البسكوي الوليد ديالنا اللي كان عندي في المجمد من بعد ما خليته تقريبا واحد 4 ديال السوايع، وغادي نحاول نحيد له هذوك الجوانب. غناخد لاموس فاني وغادي نوضع نصف الكميه في المول، وغادي نوضع فيها هذاك البسكوي، ونحاولوا دائما هذيك البلاصه ديال الملاقيه فين لقينا البسكوي هي اللي تكون يعني الفوقي، يعني ما نديروهاش في الاسفل، دائما هي اللي تكون في الفوقي. وغنكمل نوضع الكميه اللي باقا لي ديال لاموس فاني، وغناخد ديك الطبقه المقرمشه مع داك البسكوي وغادي نوضعها كقاعده فوق هاد اللاموس او اللابيش ديالنا. غادي نحيدو هادوك الزوائد ديال اللاموس او نايطاليوها يعني فوق البسكوي، ونغطيوه ونوضعوه في المجمد ليله كامله. ضروري ما نخليوه ليله كامله في المجمد، يعني ملي غادي نجبدوه يكون عندنا حجره. من بعد ما مرت ليله كامله غادي ندوزو نحضروا الكلاصاج اللي غادي نوضعوه على هاد لابيش ديالنا. احتاجت ليلو 50 غرام ديال الجليكوز وضعته في كاسونه، وضفت ليه 125 غرام ديال الحليب وضعتهم على النار وحركت جيدا حتى كيذوب لنا هذاك الجليكوز، وغنخليو الخليط حتى يوصل تقريبا لدرجه الغليان.
من بعد ما سخنا هاد الحليب غادي نحيدوه من على النار وغادي نضيفوا له 300 غرام ديال الشوكولات بلون. بالنسبه للشوكولا انا كنفضل انني نستعمل الشوكولا بلون غيج. بغيتو تستعملوا يعني الشوكولا العادي ممكن تستعملوه، يعني كيبقى لكم نتوما والاختيار ديالكم. غير هاد الشوكولا غيج يعني كيجي في المذاق ديالو احسن. هناخدو واحد الخلاط يدوي وغادي نحركو مزيان المكونات، وفي هاد الاثناء غادي يكون عندنا واحد ورقه ديال الجيلاتين، يعني ورقه واحده ديال الجيلاتين مرطبه في الماء بارد. اذا كان الحال بارد غديروا ورقه واحده ديال الجيلاتين، اذا كان الحال سخون غادي ديروا ورقه ونص ديال الجيلاتين. غادي نذوبوها يعني نحركو مزيان حتى تذوب لنا مع هذاك الشوكولا. وغادي نتوما كيف ما كتلاحظوا يعني الشوكولات ما غاديش يجينا بلون بلون، بغيتو تخليوه هكا ممكن. انا بغيتو يجيني بيض، ضفت له تقريبا واحد ملعقه صغيره ديال ملون ابيض، يعني ملون بودره. واخا غادي نحركو راه ما غاديش يطلق لنا هذيك البيوضيه ديالو، حتى غادي نخلطو يعني بهذا الخلاط، خلطوه مزيان حتى يطلق لنا هذاك البيوضيه ديالو. غادي نجبدو لافيش ديالنا من الكونجيلاتور وغادي نحيدو هادوك الجوانب يعني بالسكين، لان كيف ما عرفتو انت الجوانب يعني ما كانوش عندهم شي حاجز اولا درنا فيهم شي ورق الزبده، فهو ساهل يديمولا معكم. غناخدو واحد الشبيكه نوضعو فوق منا لافيش ديالنا، وبطبيعه الحال يعني غنديرو تحت منا واحد الصحن باش يجمع لنا هذاك البلاصاج اللي غادي نخويوه. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما حيدنا هذاك الفوي غيتار كيجي لافيش مساوي ما فيه حتى شي تدرجات، وغادي نصبوه عليه هذاك الكلاصاج اللي حضرنا من قبل. الكلاصاج ما تكبوهش وهو سخون، حاولوا انكم تخليوه ياخذ واحد درجه الحراره ديال المطبخ، وعاد صبوه على لافيش ديالكم. غنحاول نحيد له هذوك الجوانب يعني اللي كيكونوا زايدين. وخديت هاد شوكولا بلون يعني راه هو كيتباع هكا كيكون مرولي واحد شويه، كتاخدوه بالعبار وحاولت ندرق به هذاك الجنابات كيف ما كتلاحظوا. بالنسبة للتزيين يعني كتزينوا باللي موجود عندكم، وممكن ان هاد الكلاصاج بلون تبدلوه يعني فعاود ما ديروا الملون ابيض، تقدروا ديروا شي لون اخر اذا بغيتوا، اولا تخليوه عادي يعني كيجي شويه فحال لي باج. صافي وضعته في الطبق اللي غادي نقدمه فيه. وبالنسبه للتزيين كتزينوا كيف ما قلت لكم باش ما بغيتوا. وكان هذا هو لافيش فاني ديالنا اللي حضرناه، صراحه ساهل وفي المتناول ديال الجميع، وفي نفس الوقت يعني كيحمر الوجه. شكرا لكم على المتابعه والتتبع، وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، وما تنسونيش من التعليق ومن اللي لايك. شكرا لكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه احبائي.